أنا مدير شركة فخر رافدية. بالبداية هذا كان مكان مقر تنظيم القاعدة بفضل القوات الأمنية الله يحفظهم إن شاء الله، تم إزالة هذا التنظيم القاعدة من هذا المكان، فقدمت طلب بالاستثمار هذا المكان، رفعت كتاب إلى وزارة الموارد المائية. أنا يابت أريد أستثمر هذا بكتب رسمية، شركة خاطبت من شركتنا خاطبت وزارة الموارد المائية على هذا الموضوع باستثمار هذا المكان، فشكلت لجنة من وزارة الموارد المائية اللي رفعناها بوقتها الأستاذ قصي محمد صالح ناصر مدير موارد مائية في بغداد. فقالت شكل لجنة، طلعت اللجنة وشافت المكان وصورت المكان، قالوا هذا المكان تابع على موارد إلى وزارة النقل البحري بكتاب رسمي موجود بكتب رسمية معنونة على الشركة العامة للنقل البحري موقع خضر الياس، موقع بها مدير عام حيدر كريم مرزوق بال 2016 بعد اجراء الكشف الموقع من قمة ثري وزارة الموارد المائية في بغداد على مرسى خضر الياس من الجهة الجنوبية في منطقة المعظم، تبين ان المرسى من ضمن 22 موقع تابع للنقل البحري، فعلى ضوء هذا الكتاب يعتبر مثل براءة ذمة، راح تعاقدت ويا النقل البحري وزارة النقل البحري، هسه انا عقد وياهم وعقد اصولي وكامل، هذا عقد كامل وملحق عقد موجود وموظفين عندي موجود، وحتى كتسعيرة الألعاب تسعيرة مخصصة من قبل وزارة النقل، كوزارة ما عندي أي شيء ينقل لهم، عندهم عقد وياي كامل موظفين، حتى البطايق مال البيع من قبل وزارة النقل، يعني ما قاعدين احنا قوترة. فجاني قبل تقريبا 4 أيام جاني إنذار بالإخلاء من قبل وزارة الموارد المائية، أنت متجاوز على هذا الموقع، زين أنت شلون اعطيتني كتاب بيقول هذا الموقع تابع للنقل البحري، تعاقدت وياهم حتى تدز لي كتاب تقول يابا انت متجاوز على هذا المكان، هذا تابع للموارد المائيه. انا صار تقريبا 3 سنوات 4 سنوات، زين هسه وين اروح؟ ابو النقل انا مسوي عقد ويا ابو الموارد يقول راح اخليك، مو كل المواقع، هسه انا موقع عندي كتاب صريح بين هذا الموقع تابع للنقل البحري، انا على ضوء كتاب متعاقدت ويا النقل البحري، زين ضوء كتاب شركه العفو وزاره الموارد المائيه نطوني كتاب بين هذا تابع للنقل، رحت تعاقدت ويا النقل، انا ما متجاوز، بالدليل انا عندي موظفين وعذر ارتباط بين شركتنا وبين وزاره النقل، موجودين موظفين يوم يداوموا حتى المحاسبين وزاره النقل، شلون متجاوز؟ جاني كتاب بالاخلاء، زين شخلة اني مثلا عربان ادفعها غرا شيل يقول لي خلال اسبوع الشيل، فعن طريق قناتكم الموقر اطالب دوله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتدخل في هذا الموضوع، مو بس احنا كل المراسي هسه، زين وطالب السيد وزير النقل المحترم السيد وزير الموارد المحترم يدخفضون هاي الشغله مالتنا، انا متعاقد وكذاب كوم، انا كلفني مليار وشويه عبارات وزوارق ومكان ترفيه كامل على العراقيه. احنا موقع ترفيهي، المكان من وزاره النقل، اجتنا وزاره البحري قالت ازاله، زين احنا صار لنا سنين موقع شيدناه واخذناه من وزاره النقل، عقد لهم راتب حافز موظفين لهم يمنا اللي دامون، يعني ما اعرف الوزاره هاي دوله وهاي دوله اداه نطي، موظفين ويانا يدامون بالشهر 4.5 بس الراتب والحافز اعطاني، زين وما اعرف يعني هاي دوله اجتني وهاي دوله، يعني لا الوزارات بينهم ما مصافين، انا شنو ذنبي كمستثمر اجيت اخذت القاع كملت بنيت العاب عبارات غرامات ندفع، يعني ما اعرف يعني هسه المن الناشد وزير النقل البحري، فلازم صوره حل، فلوس اللي دبيناها يعني ملايين مليارات منها دبت، مو بس عن حالة عن كل المواقع، حج حسين هناك هم نفس الشيء. هذه المنطقه يسموها خضر الياس لها التاريخ، وقبل امهاتنا وجديتنا تجي تاخذ مراد من هاي المنطقه لان بيها مقام سيدنا الخضر، وهذا جسر المعظم باب المعظم بنى سنه 77، جت الشفرات لهنا تريد تحفر الشفرات وقفت،
بقدمه. هذا المقام مقام أهل البيت هاي هنا. هذا المكان ما يعني مكان تنفيسي ترفيهي للعوائل، مو مكان يعني مو مكان جاي يعني فد مكان مو زين، لا بالعكس هذا المكان مكان له أثري. منا جامع ستة نفيسة، منا مدينة الطب، منا وزارة الدفاع، موقع استراتيجي بالنسبة للمنطقة. أطالب بأنه هذا المكان يبقى والناس تستفاد من عنده. العوائل دا تجي، يجون من الحلة، يجون من الديوانية، أنا شفتهم يجون من كل المحافظات الجنوبية، يجون يطلبوا يجون لهنا يترفهون ويطلبون الدعاء، أو قبل يجيبون شموع يخلوها هنا بالشط. هذا المتنزه من زمان، يعني أنا ولادتي هنا، أنا مواليد 50، زين ولادتي هنا، ليش هسه دا يشيلوا؟ ليش؟ شنو السبب؟ ماكو داعي. انه هذا مكان ترفيه للعوائل وكل الناس اللي ببغداد، هو مركز بغداد.